تحية من الخرطوم للقاهرة لكل الشعب المصري، وبنقول لفريق الأهلي مرحبا بكم في بلدكم الثاني السودان. أنا كنت في زيارة لنادي الهلال وكمان هنا في زيارة في فندق كورنسي عشان أطمن على البحصة المصرية. اطمنت تماما أنه كل الترتيبات يعني كل الناس واقفة على قدم وساق، أنه المباراة تطلع بثوب بهي. زي ما عارفين يا جماعة، هي الرياضة هي دبلوماسية الشعوب، ونحن كالسودان ومصر يعني شعبين يعني أخوان وأخوات، ف يعني عندنا الفائز هو فائز لنا جميعا يعني مهما كانت نتيجة المباراة. فبحب أطمنكم أنه الترتيبات كلها مكتملة، الترتيبات الأمنية، حتى مشجعين نادي الهلال طمنوني خالص أنه حيكونوا متيقظين لأي يعني ممكن تفلتات أو أي حاجة. فأكيد أنا متفائلة جدا أنها حتكون مباراة جميلة وحتكون مباراة تاريخية بإذن الله تعالى. الرياضة هي دبلوماسية الشعوب، هي احتفالية، نحن نعتبرها يعني حدث اجمعنا الاثنين مهما كان، يعني بغض النظر عن النتيجة، الفائز سواء كان مصر او السودان هو فائز لنا جميعا. نحن بلدين زي ما بقولوا ناس النيل، نحن اهل النيل. فهي احتفالية، هي تأكيد لانه احنا في النهاية اصدقاء اخوان. فبغض النظر زي ما قلت، هي دي مباراة تاريخية تحفظ لنا في التاريخ على طول السنين ان شاء الله. انا عقدت اجتماع مع السيد وزير الداخلية، وبعد ذلك تابعنا معهم، اكيد اجرينا كثير من الاتصالات. ففي ترتيبات أمنية كبيرة جدا، والترتيبات هي الغرض منها أنه تخرج المباراة بثوب بهي ونحافظ على الروح الرياضية. وإحنا واثقين أنه جمهور من الصعيدين حيكون واعي جدا وحيحافظ على الأجواء الاحتفالية والروح الرياضية. حافظوا على الروح الرياضة، وتكون دي رسالة من نحن كجمهور سوداني وجمهور مصري أنه الرياضة هي وسيلة لصنع زي ما بقولوا بريدجز، صنع جسور من التواصل والمحبة، وأنه الاثنين حيحافظوا على الروح دي وحيكون نموذج راقي يعلم الأجيال القادمة.